نعم. ولنذهب بعض الشيء نحو إيجابياتها. نعم. صح؟ بالتأكيد. أصبح للتطبيقات مشاهدينا دور مهم لتسهيل أمور حياتنا اليومية، ومع مواكبة العالم العربي لكل ما يحصل في مجال التكنولوجيا تظهر أسماء لامعة ومميزة في هذا المجال. للتعليق على الموضوع يطل علينا من العاصمة القطرية الدوحة الخبير التكنولوجي أحمد سعد. أهلا بك أحمد. أهلا طوني. أحمد، أنا اليوم اخترت طبق من تطبيق أكلي. يلي حضرتك أحمد. إن شاء الله أعجبك توني. بس ما في كنت بعتوه دليفري من قطر للبنان صح؟ حتى الآن لا، لكن إن شاء الله في المستقبل القريب نقدر. طيب خبرنا عن تطبيق أكلي يلي حضرتك طبعا استحدثته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الانترنت، وأخبرنا أكثر عن هالعالم، عالم التكنولوجيا قد ايه مهم بالنسبة لك. طبعا تطبيق أكلي بداية يقولون لك الحاجة هي أم الاختراع. أنا فعليا اخترعت أكلي بسبب حاجة شخصية لي. As you know، يعني أغلب الناس الحين مفعمين بالهيلثي لايف ستايل والهيلثي ليفينج. فالمشكلة اللي كنت أعاني منها هنا في قطر إنه ما كان عندنا أصلاً كونسبت هيلثي فود، كان يا إما في مثلاً جانك فود أو دايت فود. مبدأ الهيلثي فود نفسه كمبدأ ما كان موجود. بالإضافة إن مثل ما أنت عارف ساعات العمل عندنا طويلة تمتد من 8 إلى 9 ساعات، فصعب جداً إن الإنسان يقدر يأكل healthy food أو healthy meals on the go. فكانت الفكرة كيف how can we first إن نخلق a healthy lifestyle and to create a mechanism or an application يساعد الناس في تنظيم حياتهم الصحية، وهذا كان أكلي. نعم. طيب أخبرني شو أهمية دعم المواهب الشابة لحتى تبتكر مثل هذه المواقع؟ وأكيد يعني غير برنامج أو تطبيق أكلي في كتير يعني نقص يعني بالمجال التكنولوجي بالدول العربية ويمكن بقطر أيضا. للأمانة الناقص في الدول العربية كلها هي التعليم، التعليم العملي، التعليم العملي لكيفية الكودينج أو لكيفية تطبيق مبادئ التكنولوجي. تقصد التدريبات العملية مختلفة. يمكن لأن نعم زائد ان حاليا في اوروبا مثلا، في اسيا، شرق اسيا مثلا اليابان وكوريا، حتى المناهج الدراسيه للمرحله الابتدائيه تعتمد بشكل اساسي على تلقينهم كيفيه الاختراع، مش بس مثلا هاو دو يو يوز مايكروسوفت وورد اور هاو دو يو يوز مثلا برامج معينه، لا انت كيف هاو كود يو كود ا بروجرام، هاو كود يو كرييت ا بروجرام، how do you interact with different programs. هذه الأشياء مهمة جدا في التدريس، في التدريس النظري، ومهمة جدا لو كان في بالإمكانية رعاية المواهب العربية ودعمهم ماديا لتيكم تو ذا نيكست ستيب. أنا مؤمن فعليا أن الشباب العربي صراحة مبدع جدا في هالمجال، حتى في أمريكا، حتى في كل الدول. كثير تندر مثلا الفاوندر ماله من أصول لبنانية، فمعناته أن العيب الأساسي هو عيب فقط في الدراسة أو يعني تعليمي، الشق التعليمي أكثر من أي شيء ثاني. نعم. أحمد، على الأرض إلى أي مدى تلمس حضرتك كخبير في عالم الإنترنت والتكنولوجيا تطور قطر في هذا المجال؟ إلى أين وصلتم؟ والله ولله الحمد في قطر في تطور ملحوظ. حاليا في ثورة رقمية مدعومة طبعا بدعم الحكومة بشكل أساسي. الحكومة مشكورة، قامت بتوفير الكثير من الحاضنات الرقمية وقامت بتسهيل حتى قروض ميسرة لمثل هذه المشاريع لتحريك الاقتصاد الرقمي، وحتى الآن خطوات إيجابية ولله الحمد. نعم. طب أخبرني كيف بتلاقي مستقبل هذه التطبيقات بالمستقبل، وقدي إحنا لازم كمان نعززها بروح الشباب؟
والله أنا مؤمن جدا بمستقبل التطبيقات في العالم العربي، لأن أولا هي ما تحتاج رأس مال مكثف أو كثيف، وتقوم بشكل أساسي على الابتكار وعلى القدرات الشخصية، وهالشيء موجود بشكل كثير في العالم العربي. زائد أني ملاحظ أن رؤوس الأموال الغربية والأسيوية تتجه أكثر وأكثر في الاستثمار في المجال الرقمي في العالم العربي، نظرا أن العالم العربي مثل طبعا أنتم كلكم عارفين 70% 60% منهم شباب، وهذا شيء نادر في أوروبا. نعم. والشباب العربي هم أكثر الناس استخداما للتكنولوجيا الحديثة. نعم، وكأن هذا الاختصاص يعني بات رائجا جدا ومثمرا جدا، يعني الاستثمار فيه استثمار ناجح. هل ترى اندفاع الشباب اليوم نحو التخصص بعالم الإنترنت وعالم التطبيقات خصوصا؟ طبعا أنا قاعد ألاحظ أن في استثمار مكثف في هالمجال. مثلا في الأردن في تطبيق اسمه طب أو طبيبي، إذا ما خانتني الذاكرة، أما طب أو طبيبي، نجح في الحصول على قرض بقيمة استثمار بقيمة 15 مليون دولار. وفي noon.com قاعدين يشتغلون عليه في المنطقة. في طلبات نجح في بيع نفسه ب 200 مليون دولار. في أيضا كارج نجح بيع نفسه ب 200 مليون دولار. فكلها مؤشرات تدل أن المستقبل بإذن الله تعالى للتطبيقات راح يكون إيجابي جدا. نعم، وأيضا يعني هيك اللي بيشاهد هالتطبيقات بيلاقي كمان كل شيء تطور قاعد عم بصير بهالموضوع دايما متسارع، يعني الشخص لازم يكون دايما مثل ما بيقولوا up to date أو متابع لكل التطورات. هل إذا الشخص بده يعمل تطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي هو بحاجة لأنه يكون متخصص بمجال البرمجة، أو إذا كان متابع أو حدا مجتهد بهالموضوع بيقدر؟ أعتقد أن التخصص بشكل أساسي مش مطلوب. ممكن مثلا أن شخص يكون تخصصه بزنس ادمنستريشن أو أي شيء ثاني، بمتابعته لأشخاص آخرين وبالقراءة عن الموضوع أعتقد أنه بإمكان أن يطور برنامج بمساعدة شخص آخر هو خبير تكنولوجي في الكودينج مثلا أو في البرمجة. نعم. إلى أي مدى برأيك أحمد يمكن للتطبيقات والعالم الافتراضي، يعني شئنا ما بين يسمى عالم افتراضي، أن يغنينا عن التواصل الإنساني أو نستغني عن بعضنا البعض في المستقبل العاجل أو طويل الأمد؟ عفوا بس سؤالك مرة ثانية. يعني هل يمكن للتطبيقات برأيك أو عالم الإنترنت أن يغني عن التواصل البشري مع الوقت ولو على المدى طويل الأمد، المدى البعيد؟ والله أنا شخصيا أتمنى لا. يعني هو واضح أنه في أوروبا this is becoming a trend، يعني صايرة موضة عندهم، أن حتى مثلا يعني تبريكاتهم للأعياد تكون عن طريق وسائل معينة، ويرسلون الورد حق بعض عن طريق applications، ويرسلون صح. الكعكات حق بعض عن طريق applications، فقل التواصل الإنساني. لكن أنا أتوقع أن الثقافة العربية ثقافة حميمية، فما تصور بإذن الله تعالى أن بنوصل حق المرحلة أن التطبيقات تلغي الحاجة للتواصل. وإن شاء الله حتى دائما هناك حتى هناك مهن مهددة بالانقراض بسبب الآلات صحيح. والتطبيقات صحيح. أولها ربما البائع أو اللي بيجلس على الصندوق بالسوبر ماركت ما عاد له وجود ببعض الدول، استغني عنه صحيح. بالآلة والسفر والحجوزات أيضا بالمجال صحيح. يمكن حتى بالإعلام صار يوصل الخبر للمتلقي، يمكن يوصلوا الخبر كخبر عاجل قبل ما يحكي المذيع يعني على. ولكن يا أحمد لا يستغنى عنا صح؟ أكيد. لا يستغنى عن هبة وطوني. أحمد الخبير التكنولوجي أحمد سعد، شكرا كتير على يعني مشاركتنا لخبرتك، كنت معنا من الدوحة، وأكيد يعني رح نستضيفك مرة تانية لنحكي عن مواضيع أخرى لها علاقة بالتكنولوجيا أيضا. شكرا طاني، شكرا هبة، شكرا لك.